قبل ما ابدا، ده هيكون الجزء الثاني من سلسله افلام رامبو، واللينك بقيه الاجزاء هيكون موجود في الديسكريبشن. وبدون ما اطول عليكم يلا نستمتع. قصتنا بتبدا في سجن كبير شديد الحراسه، وكل المجرمين كانوا بيشتغلوا في الشمس وبيبذلوا اقصى مجهودهم. ومن هنا بنقابل رامبو، ورامبو يبقى ضابط في العمليات الخاصه، ولكنه دخل السجن بسبب قتاله مع مجموعه من الضباط الفاسدين وتدميره ليهم. وبعد كده بنقابل العقيد تروتمان، وتروتمان يبقى هو معلم رامبو وكان رئيسه في الشغل لما كان ضابط في القوات الخاصه، وطلب من رامبو يساعده في مهمه خطيره جدا. والمهمه دي كانت ان هو ينقذ جندي من معسكر شديد الحراسه في فيتنام. فرامبو وافق على طلبه لان دي فرصته الوحيده علشان يخرج من السجن ويبعد عن الاعمال الشاقه، لانه محكوم عليه بالسجن المؤبد. وبعد فتره قصيره فرامبو وصل اخيرا لقاعده الجيش الامريكي بفيتنام، وهناك استقبله واحد من الجنود في سعاده كبيره، وما كانش مصدق ان هو قابل رامبو المقاتل المدمر. وبعد كده بنقابل العقيد إريكسون، والعقيد إريكسون يعرف انجازات رامبو لما كان ضابط في القوات الخاصه، وكان منبهر بقدراته الخرافيه، ده غير ان هو يقدر يستخدم اي سلاح على وجه الارض، وماهر في القتال وسط الغابات والاشجار. ومن هنا إريكسون اعطى رامبو تفاصيل المهمه علشان يجهز نفسه ويستعد. وبالفعل رامبو بدا بالاستعداد وجمع كل اسلحته الفتاكه. وبعد كده بنقابل العقيد روتمان، وقال ان هو اول ما ينزل من الطياره هيقابل بنت اسمها كو، وكو هتساعده في مهمته علشان يحرر الجندي الاسير. فرامبو ودعه وركب الطياره، وبالفعل رامبو بدا في المهمه بتاعته وكان شديد التركيز. ولما وصل لفوق المكان اللي هيقفز فيه علشان يبدا البحث عن الجندي الاسير، فحصلت معاه مشكله في الباراشوت وكان هيموت، بس من حسن الحظ واحد من الجنود لحقوا على اخر لحظه وساعده ان هو يقفز بسلام. ولكن للاسف جهاز اللاسلكي بتاع رامبو انكسر وفقد التواصل مع إريكسون وتروتمان، وكانوا قلقانين عليه وما كانوش يعرفوا اذا كان هو حي ولا لا. اما رامبو فقدر ينزل بامان وسط الغابه واستعاد تركيزه، وبعد كده بدا يدور على كو علشان تساعده في مهمته. واول ما رامبو قابل كو فكان فاكرها واحده من جنود الفيتنام، ولكنها شرحت له الموقف بتاعها، والاتنين بداوا يدوروا على الجندي الاسير. وبعد كده رامبو وكو دفعوا مبلغ مالي كبير لمجموعه من المرتزقه علشان يوصلوا بالمعسكر الخاص بالجنود الفيتنام، فاخدوا مركب وانطلقوا للواجهه بتاعتهم. ولما كو ورامبو كانوا على المركب، فكو سالت رامبو عن الماضي بتاعه وايه اللي جابه هنا. فرامبو قال لها ان هو اتربى في الجيش، والحاجه الوحيده اللي بيعرف يعملها في حياته هي القتال واستخدام الاسلحه. فكو قالت له هي كمان والدها كان ضابط في القوات الخاصه، علشان كده اشتغلت في الجيش. وبعد فتره صغيره فرامبو وكو وصلوا اخيرا للمعسكر، والمعسكر كان شديد الحراسه وكان فيه جنود مسلحين بكل مكان. فرامبو قال لكو تستنى بره وهو هيحاول يتسلل بهدوء تام. وبالفعل رامبو انتظر الفرصه المناسبه واستغل غياب الشمس وقله الاضاءه لصالحه، واستخدم مهاراته الخرافيه بالتسلل، وقدر ان هو يخترق دفاعات المعسكر بدون ما اي حد يلاحظه، ده غير ان هو لقى سجن فيه مجموعه من الجنود الامريكان ولكنه تجاهلهم لان هدفه ان هو كان يحرر جندي تاني. وبعد فتره من البحث الطويل فرامبو قدر ان هو يلاقي الجندي الاسير اللي كان بيدور عليه، ومن هنا رامبو فك قيود الجندي باسرع وقت ممكن وحاول ان هو يهرب من المعسكر بدون ما اي حد ياخد باله. وللاسف رامبو واجه صعوبه شديده في اخراج الجندي من المعسكر، واضطر ان هو يقاتل بعض الجنود الفيتنام علشان يشق طريقه ويخرج من المعسكر. وبالفعل رامبو خلص على كل الحراس وقتلهم باستخدام السهام وهرب من المعسكر في هدوء تام. وبعد كده قابل كو، والاتنين حاولوا يرجعوا الجندي الاسير للمعسكر الامريكي باي طريقه. اما العقيد تروتمان وصلته رساله من كو بتعرفوا فيها ان رامبو انقذ الجندي الاسير ومستعد للهرب. فتروتمان اخذ طياره هليكوبتر وانطلق باقصى سرعته علشان ينقذ رامبو هو وكو ويرجعوا الجندي الاسير للمقر الامريكي. وللاسف الجنود الفيتنام اكتشفوا ان حراس المعسكر مقتولين وعرفوا ان رامبو هو السبب في كل اللي حصل ده، فانطلقوا وراه علشان يقبضوا عليه باسرع وقت ممكن. والجنود الفيتنام كانوا عنيدين جدا وطردوا رامبو بدون توقف، ولكن رامبو وكو اخذوا الجندي الاسير وحاولوا انهم يهربوا في مركب المرتزقه اللي ساعدوهم في البدايه. ولما كو ورامبو
كانوا موجودين على المركب، فقائد المرتزقة خانهم لأن الجنود الفيتنام عرضوا عليه مبلغ مالي كبير جدا، فرامبو اتعصب عليه هو وأتباعه ومسكهم زبطهم وخلص عليه في ثواني معدودة باستخدام الرشاش، ولكنه لاحظ إن في مركب فيتنامية بتضرب عليه نار، فطلب من كو والجندي الأسير يهربوا وهو هيدمر المركب، وبالفعل رامبو خلص على آخر جندي من المرتزقة وأخذ بازوكا وقذف صاروخ على المركب بتاع الجنود الفيتناميين وقدر ان هو يدمرها تماما، وبعد كده رجع لكو والجندي الاسير من جديد، ومن هنا رامبو طلب من كو تستخبى لانه هيكمل المهمه لوحده وهيقدر يوصل الجندي لمقر الجيش الامريكي، فكو اتمنت له السلامه في رحلته. وبعد كده رامبو اخذ الجندي الاسير وانطلق في طريقه علشان يقابل تروتمان ويهرب من المكان المشؤوم ده، ولكن الفيتناميين ما سابوهوش في حاله وفضلوا يطاردوه بدون توقف لحد لما وصلوا لحقل رز واسع جدا، ومن هنا رئيس جنود الفيتنام امر اتباعه يخلصوا على رامبو والجندي الاسير باستخدام القنابل، ولكن رامبو تفادى القنابل بسرعه البرق واخذ الجندي الاسير وتسلق لمكان عالي جدا. اما تروتمان فوصل بطياره الهليكوبتر ولاحظ رامبو من بعيد فانطلق علشان ينقذه باسرع وقت ممكن، وبالفعل الطياره الهليكوبتر قربت من رامبو وكانوا هينقذوه، ولكن اريكسون حس بالخطر لان الجنود الفيتنام ممكن يحاصروا الطياره ويدمروها، فامر سواق الطياره يلغي المهمه ويرجع من جديد. وطبعا تروتمان رفض وقال ان هو لازم ينقذ رامبو باي ثمن، ولكن اتباع اريكسون هددوه واجبروه ان هو يلغي المهمه ويرجع بالطياره بدون انقاذ رامبو والجندي الاسير، وللاسف المهمه اتلغت والجنود الفيتنام قبضوا على رامبو وصديقه ورجعوهم للاسر علشان يعذبوهم. اما تروتمان فكان حاسس بغضب شديد من اريكسون لانه لغى المهمه وساب رامبو لوحده، فقال ان هو هيعمل اي حاجه علشان ينقذه من ايد الجنود الفيتنام، ولكن اريكسون تجاهله وقال ان هو عمل كده لان الهليكوبتر كانت في خطر وممكن يموتوا كلهم. وفي الوقت ده رامبو اتبهدل وكان بيتعذب بشده، ولكن فجاه ظهر مجموعه من الجنود الروسيين، ومن هنا اتضح انهم بيتعاونوا مع الفيتنام علشان يفسدوا خطط الجيش الامريكي، والجنرال امر الجنود يخرجوا رامبو من التعذيب علشان يقابلوا في المكتب الخاص بيه. وبعد فتره صغيره الجنرال الروسي طلب من رامبو يتصل بالعقيد تروتمان ويستدرجه هو وبقيه الجنود الامريكان لفخ مميت، ولو عمل كده فيحرره من الاسر، ولكن رامبو شتمه ورفض ان هو يساعده لانه مش خاين. ومن هنا الجنرال اتعصب عليه وفضل يكهرب فيه طول الليل والنهار لدرجه ان الكهرباء في المعسكر كانت هتقطع، ولكن رامبو رفض يساعده. ووقت ما رامبو كان بيتعذب فكو قدرت انها تتسلل للمعسكر وخلصت على الحراس في هدوء تام. اما الجنرال الروسي فبدا يهدد رامبو بصديقه وكان هيخلص عليه، فرامبو وافق ان هو يساعده علشان ما يأذيهوش، واتصل على العقيد تروتمان باللاسلكي ولكنه فضل ساكت وما اتكلمش. ومن هنا رامبو استنى الفرصه المناسبه وهجم على الجنود الروسيين بسرعه البرق ومسكهم طحنهم في ثواني معدوده، وبعد كده هرب من غرفة التعذيب وقدر ان هو يخلص على كل الحراس بمساعدة كو، واستخدم مهاراته الخرافية في القتال وخرجوا من المعسكر وسط الاسلاك الشائكة وضرب النار ونجوا بحياتهم على اخر لحظة. ورامبو وكو هربوا من المعسكر بنجاح وقدروا انهم يختفوا وسط الغابة واستخبوا في مكان بجانب النهر. ومن هنا رامبو شكر كو لانها انقذت حياته وقال ان هو هيحاول يوصل للحدود علشان يرجع لامريكا من جديد، فكو قالت له انها هتفضل معاه لحد لما يهرب وهتساعده بكل اللي هتقدر عليه. ولكن فجأة مجموعة من الجنود الفيتنام ظهروا وضربوا كوب النار وخلصوا عليها، فرامبو استخدم ردة فعله السريعة وقتلهم في ثواني معدودة. وبعد كده وصل لكو علشان يداوي جروحها ولكنه اتأخر وكو ماتت. وبعد فترة صغيرة رامبو دفن كو في حزن شديد ووعد نفسه ان هو هيخلص على الجنود الفيتنام علشان ينتقم لكو، وبالفعل رامبو بدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني بدون ما اي حد يحس، ولكنهم اخدوا بالهم منه وهجموا عليه بشراسة وطردوه في كل مكان، ولكنه كان ذكي جدا واستدرجهم للحقول وقدر ان هو يغفلهم واشعل النار فيهم كلهم. وبعد كده استخدم سهم مربوط فيها قنابل ودمر كل معداتهم وسياراتهم. وبعد ما رامبو
خلص على الجنود فتفاجأ بجنرال الفيتنامي وكان بيضرب عليه نار بدون اي توقف، ولكن رامبو كان سريع جدا وقذفه بسهم مربوط في قنبلة وفجره تماما، ومن هنا ظهرت طيارة هليكوبتر تابعة للروسيين وطردت رامبو في كل مكان. ومن هنا الروسيين افتكروا ان رامبو مات ولكنه قدر يستخبى من الانفجار وانتهز الفرصة واتسلق الهليكوبتر، ده غير ان هو قدر يخلص على جنود الروسيين وسرق الطيارة منهم، وبعد كده رجع من تاني للمعسكر الفيتنامي وبدأ يقذفهم بصواريخ مدمرة فجرت كل الحراس، واستخدم مهاراته الأسطورية في القتال وحارب جيش كامل من الفيتنام لوحده علشان يقدر ينقذ الجنود الأمريكان. وبالفعل رامبو أنقذ الجنود وأخذهم معه في الهليكوبتر علشان يرجعهم لمقر الجيش الأمريكي، ولكنه اتفاجئ بطيارة حربية روسية بتطرد في كل مكان وبتجذفه بصواريخ مدمرة، وللأسف الطيارة الحربية ضربت رامبو والهليكوبتر وقعت في المية، ومن هنا الطيار الروسي استعد علشان يفجر الهليكوبتر، ولكن دي كانت خدعة من رامبو وغفل الطيار الروسي وضربه ضربة بالبازوكا فجرته تماما. وبعد كده رامبو أخذ الجنود الأسرى ورجعهم لمقر الجيش الأمريكي من جديد وتأكد انهم بيتعالجوا من جروحهم، ومن هنا العقيد روتمان شكر رامبو على انقاذه للأسرى وقال ان هو بقى حر ومش هيدخل السجن من تاني. فرامبو قال ان هو هيترك الجيش تماما لانه بيكره الحرب والقتال وعاوز يعيش في سلام، وبعد كده سابه ومشي. وده كان ملخص الجزء الثاني من سلسلة افلام رامبو، ولينك بقية الاجزاء هيكون موجود في الديسكريبشن. انا مينا اسحاق، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا هل الافلام اللي تحب نلخصها لك. هشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.